الفلوج رقم 100 عملت لكم دوكيومنتري صغير ان شاء الله يعجبكم عن رحلتي بهال 100 فيديو. جايز كيف مش الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هلا والله باهل اربد. هلا شباب جايكم كيف حالكم؟ حلو من حسابي والله. سوريا خلاص سايم راجع. زعلان ولا مبسوط ولا شو؟ والله كثير ولا شوي؟ كثير حلو صراحة يعني. أنا كنت ليت جايز ما بدي أكون عليت فتاة أحلامي. شو من خارج صار أشهر منك؟ والله اعطيني فرصة سكرت من طيارة سكرت. Thank you so much. تخيلوا انه كان طموحي هالسنة انه اوصل 100,000 على الانستغرام. كان عندي حتى والله بيحضروك العالم. اقسم بالله كفو. يلا بولين جايين نشتري بولين هلا. مين احسن يوتيوبر في الشرق الاوسط؟ جندر رجيل على برج خليفة. واو اطول برج بالعالم. حيكون كثير شيء حلو. شكله لعيب. I love you all. You are bigger than. Yo guys, welcome to another new vlog. Welcome to Mo Amr. We can do now a new vlog with Ghayth Marwan. Go out. هذا الفلوج تبعي. ايه. تعرفون عني. اي يا Ghayth Marwan, he's amazing guy. He's handsome and taller than me. No, me taller than him. Yes. Let's go eat shawarma, falafel. And I want you to know my fashion because I am always do like this new fashion. And Ghayth Marwan is can you see your fashion also? How do I look like? You can see. I challenge Ghayth Marwan that we can change our equipment. لبس شو اسمها؟ أنا برأيي هذا المفروض ما بقى يحكي إنجليزي من يوم ورايح. Shut up your mouth, Obama. I'm sorry, I didn't speaking. I'm sorry, I don't speaking. I'm sorry, I don't speaking English. Very good. But I'm speaking English. 50-50. أيوة. طبعا امسح امسح امسح. يا بنتي بتمسح ها؟ حبيبي عمور. بيبي هذا ميت ولا عايش؟ شيك. لا عم يتنفس. هذا لما ينام ما بيتنفس اصلا. لا لا شيك منيح. عنده خياشيم. شكله ميت. شو رايك؟ شو رايك؟ اي وطي صوتك ما بفيق يا زلمه. والله ما بفيق عمور.
ما بينسى. وصل الفطور؟ وصل الفطور. طب جيب خلينا نفطر عليه. بس لازم نحط شيء نرقع عليه. ايه جيب جيب صينية. عشان ما يسمعنا. اه صح. هيك نحنا. اسمع شغلوا موسيقى عذاب القبر. لحظة. المرة عشان الدبان ما يزعجوا الدبانات. اسمع بارك اوتيها. يا اخي بالله عليك اهدى احسن ما اهدى قلت لك موكي تعال اخذ لك صوره جنبه للذكر تعال شكله مثل ميكي ماوس تعال نرسم له وجهه ونتركه هو هيك هيك ما بيغسل وجهه بس فيه زين طرف انت كثره التجميل ليك عنده فراغ بلحيته هون ظبط له اياه يا حبيبي قلتك حيطلع وجهه ولا مشارب يا كلب ليه زعلان زياد ليه زعلان لانه نداله لانه شو صار دق نداله شو صار شو صار ولا شيء حبيبي هون كم مليون وهون كم مليون وهون كم مليون وهون كم مليون بس عملوا منشن لساره وعملوا لها فولو لا هيك طب انت ليه زعلان مش مرتك توتال شيء 10 15 مليون عرفت وانا ابن البطاطس طب مرتك لازم تفرح متى ما وصلت لل 200 الف بعمل له منشن صغير لزياد لا عملتها بمخي كمان ساره وهي منشن بالفيديو جايز حط لكم حساب جايز جيت هلا انا وي الحرامي ليكو تعال ما ليش مو جايبين لي كولا انتم لا نحن مو جايبين لك بدك تشربها بدك تعمل التشالنج اللي جايبه انا لا 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 انا برا بدك انا جاي اصور قصيت قصيت افتح خليه مخصوص لا يا زياد ليك ليك عمور قاعد عم يشرب العم شو انه ندل هاي تيشيرتك ولا تيشيرت عمور والله تيشيرتي طيب اوكي بس غض بصر شوي انا سونيتا بتغار لي معك بوط ثاني التيشيرت لعبت لك معك بوط ثاني كمان بوط ايه مشان ما وصل شو رايك تعيش حياتي بالمره اكتب لك ورسب كل شيء وخلاص تعيش حياتي حياه زق شو بدي فيها اذا انت رجال بتعيد هالكلمه زق بس لو انك رجال كنت عدت حياه زق شايف بس لو انه رجال كان عاده اوكي عمور اللي بده يصير بدك تترك الكره والانينه يضرب الارض وترجع تمسك الانينه بدون ما تنكب اوكي 3 2 1 جو الله راح يا كبير الله عليك كفو مين نيكس زياد 3 2 1 شو عيد عيد عفوا شو خلص عيد عيد طلعت بتنتبه عيد 3 2 1 لا 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 لك اشرب اشرب كفو 3 2 1 يا حمار يا حمار انت حمار ما بيلعب معك محمد خسران عليه ديت تعبتك كلها كولا بعرف عباني كلي لحالك خيي والله لحالك خيي هذا منين اجى منين وصل لهون الكولا هذا عمور من وراك بزقت عليه انا والله العظيم ما دخلني وحياة امي ما دخلني انت شو عم تشرب من رقبتي جيب لك شي ليمون طلع جيب لك شي ليمون حطه برقبتي 3 2 1 وين البيبسي راح بس انا بقول لك وين تاع العبي وين شو
شعرك وين؟ لا تقولها لسه متحمم. ليه كده بس كده بس كده بس؟ كل زول بالزوجة بتاعه إلا أنا ما عندي مرة. ليه بس كده بس؟ أي أي يلا حفلة تنظيف. من الحب عذاب. ممكن ما تلعب منا كراسي نظاف ولا لا؟ هلا أنا عارين ما بعرف زوجة نظافة ولا لا. ما أنا بشوف كل يوم عادي بتمسح بالشو اسمه المكنسة شغلتها في عندها مكنسة نظار بس بتمسح فيها كل شيء إلا الأرض سقف حيطان كنبيات كل شيء حتى شعره بتسشر بال. مسافرة أنت بعد فترة؟ عبدالعلي؟ آه عبدالعلي صراحة يعني أنا بصور معك آخر فيديو قبل ما تسافري حالياً حتعتم كمان شوي شردنا في ساعتك والله كابو أشوف واو عندي سؤال مين الكراش تبعك قلتي لي؟ ما عندي كراش كنت مكرشة بس هلا راح عمين؟ ما في كراش أصلاً لا طب بتحبي فيديوهاتي؟ ليش حاس حالي عم بحرجك بهالأسئلة؟ المفروض يكون جوابك مقنع وخلص يس يس من الأول قولي يس يس شايف الورد عم بجيب لك ورد من الصبح أوكي يعني بتحبي فيديوهات هلا أنا بحبهم كثير ايه. بحبهم أوكي هنن كثير كرياتيف وفيهم كثير أفكار حلوة بصراحة ما بتشوفهم باليوتيوب كثير نادرا بتشوف هيك محتوى عند اليوتيوبرز غايز كمان كثير شاب وسيم وحلو وهذا والله. فبيجيب كثير فانسات شو عم سلك اوكي خلصوا الورد خلصوا الورد جايز هلا نارين يمكن ما بعرف شو تعمل شوفوا جايز دائما شيرين بتسلك لي بتقول ان الفيديوهات حلوه بس هي ما بتحضر ولا فيديو الي شكرا شيرين انا كثير هلا انا دائما بحضر الفيديوهات وكثير حلوين ودائما بضحك انت يعني بتعترفي انه بتحبي فيديوهات بضحك يس بتفرط ضحك يعني انا لما بشوفك بعمل كه 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 وبعمل هيك وبتطلع لك كراش مثل لما كنت اتفرج على فيديوهات الكراش كيف انا كنت افقع ضحك اه يعني ما كنت اتفرج ابدا لا اوه واو يلا خلاص شيرين قوم مسافرين فضحتينا حتى عم تقلعني هاي حتى عم تقلعني رجع الورد محله ضب الاغراض والحين ليك على تراب اختك كله تمام كله تحت السقف الورد انا اخذ اختي بس الورد هذا الورد اليك وانا مفكره انا شاريه على الارض